طلبوا تسديد تعويض رسوم دراسة الأبناء. أخي المبتعث، أختي المبتعثة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يفضل التقدم بالطلب مبكرا وإعطاء وقت كاف لجهة الاختصاص لمعالجته، علما أن مسار الطلب يكون بإرسال المبتعث أوراقه بالبريد لتصل إلى قسم الوارد الذي يقوم بإنشاء الطلب عبر البوابة ثم إلى موظف المال ليعالج الطلب. إن من أهم مسوغات الطلب هي أصل الفاتورة أو إيصال السداد وصورة من بطاقة العائلة وتعبئة نموذج طلب تعويض عن رسوم دراسة الأبناء الموجود على موقع الملحقية. الأخطاء الشائعة. هناك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي قد تسبب في تأخير معالجة الطلب ويمكن تجنبها بسهولة، ومنها قيام المبتعث بإنشاء الطلب مباشرة على بوابة المبتعثين بدلا من إرسال الأوراق المطلوبة عن طريق البريد إلى الملحقية ليتمكن الموظف المالي من إنشاء الطلب على البوابة. التأخر في تقديم الطلب. إرسال عرض أسعار أو صور الفواتير بدلا من أصول الفواتير أو إيصالات السداد. عدم إرسال الأوراق بالبريد وإرسالها عن طريق الإيميل. شكرا لوقتك، ونتمنى أن يكون العرض قد وضح الطلب لك بشكل أفضل، مع دعائنا لك بالتوفيق.